يصير تشاينا تاون في مانشستر؟ وين احنا فيه؟ صار فيه اماكن كثير فيها تشاينا تاون، بس ما توقعت مانشستر فيها تشاينا تاون. كله مطاعم الوضع. يعطونك انطباع ان هذا يعني اذا رحت الصين تلقى الوضع كذا. وين الان دار المصانع واشياء التقليد ذي؟ ما في اي شيء تقليد، كله مطاعم ومطاعم. بس مو بمصنع. لا محل. محل. محل يجيب التقليد من الصين ويبيعه هنا. اوف مانشستر ارت جاليري. فري انتري. وش كل شيء عندهم فني مجانا؟ بس انتوا اللي تقولوا الصينيين ياباني يتشابهون. يعني طلعوا صدق قريبين من بعض؟ ها هذا فاتح مطعم ياباني في الحي الصيني. اوه والله مطعم ياباني. تخيل لو فيه صيني بيتكلم اكسنت بريطاني. اتوقع فيه. ادري بس. هم بريطانيين. بس كيف تدمج الثنتين؟ سنتوم ميت كذا. احيانا في الاخبار ذا سوق الاسهم قال لك الين هبط ثم يجيبوا لك لقطات صح؟ كذا صح فعلا. انا ما ادري هم منيو مطعم ولا ستيتمنت حق بنك ولا كشف حساب ولا ما ادري وش. ما اتوقع فينا مبتعثين الا في حاله جاي يدرس في بريطانيا ويبي يقوي لغته الصينيه، ولا جاي يدرس لغة صينية في بريطانيا. شو المحل الغريب؟ Yeah. We can eat all of this. يا رجال. ده سمك ولا حياية ولا. Is it fish? Fish. It's a very different kind of fish than the one we know. Yes. فريش. فريش. نواف يقول لك فريش طازج. حي. تبيه بعد. ايه صح طازج فعلا هو. ليش علمني انه طازج انا اشوفه حي. اوه. تبيان. يمشي. هذا اوكي هذا طبيعي. لا لا ما يمشي. كان السواحل متعودين. تبيان يريوس. حقه دريوس؟ ايه. اوه. اخر بس انت يا لا لا. This is quite big. Check here. And two hands, one hand here, yeah. Wow. نواف لونه ازرق. قال كذا. ها؟ هماك تبي تقابل صيني يتكلم بريطاني. ايه. هذا هو. مرة ويرد كان. Thank you. Because we heard that Chinatown has all kind of different food. Yeah. Scorpions, snakes. Yes. Well, different spicy, northern style. Southern, you know, there's seven types of different style food in China. سبع أنواع أكل في الصين. وهو أكل صيني لا حتى الصينيين يقولون هذا أكل غريب. هذا أكل أنتم يا هل مدري وشو. يقول شنغهاي اللي فيها حامض حلو. Thank you very much. Thank you so much. كيف أموركم؟ الحمد لله. كيف مانشستر معكم؟ والله ماشي. كلكم متفقين على الجواب من الحين كل الاتفاقات مضبطة. لازم نسحب كل واحد لحاله في مقابلة عشان نستجوبكم يعني. إحنا عاملين تست من أمس. حاول نجاوب مع بعض. إيه. في ناس اللي قدام المراية ويلا. تخيلين إيش ممكن تسألونه يعني؟ مذاكرين صح؟ إيش أغرب سؤال تخيلته ممكن نسألكم إياه؟ يعني. أغرب سؤال والله ممكن تسألونا هل الراتب يكفي ولا ما يكفي. أوه هذا أغرب واحد الحين. الله أنت ما أنت شايف شو مجهز لك أنا. طب أعطيني. أنا جاهز لك. طيب خلينا ناخذك أنت أول. كيف تجربتك؟ كيف كم صار لك هنا؟ إيش تخصصك؟ بداية أنا أدرس Project Management في جامعة مانشستر Metropolitan University. لي هنا تقريبا سنتين ثلاثة تقريبا فترة لغة بعدين فترة الماستر.
كانت يعني انا خلاص على النهايه تقريبا اخر 4-5 شهور. جدا 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 روعه التجربه، يعني تجربه البعثه، يعني الواحد يشوف حاجات ويتعلم حاجات من برا ويتعلم ويحاول انه ينقلها لعنده بطريقه حلوه يعني. فهي كانت كاكسبيرينس، كانت يعني من امتع الاكسبيرينس اللي انا جربتها في حياتي. وازهار كم زالك؟ والله انا 3 سنين في لندن ودحين حكمل سنه في مانشستر، يعني 4 سنين. هي ماسك السفاره هناك. هناك انا ماسكينها. كلكم موزعين الوضع. ايوه لازم تقريبا. كيف كانت لندن معك ازهار؟ والله كانت تجربه مره حلوه، يعني استمتعت فيها مره كثير. اول ما رحت درست لغه، خلصنا اللغه بدات في الماستر. لندن سعودية، لازم تروح لندن تتكشف تتمشى هناك في لندن. هذا السبب اللي رحتي له لندن ولا في اسباب ثانية؟ لا والله انا كان طموحي من قبل، من اول ما خلصت البكالوريوس، ان انا اكمل ماستر ودكتوراه عشان اشتغل في الجامعة. تبغى تكوني اكاديمية؟ اي. طيب منتصر، انت تخرجت من جامعة الملك عبد العزيز ومقرة ادارة عامة صح؟ ادارة اعمال. نعم. وبعدين جيت بريطانيا. وبعدين تعرفت. طيب ايش صار؟ كرة الدنيا كلها انت. جامعة الملك عبد العزيز في جدة. بزنس مانجمنت. قعدت فيها 4.5 سنين. كانت 4 سنين دراسة والنص كان تدريب. معك عقد ولا شيء؟ مش ضبط الأمور يعني. تمام. وخلصت من البكالوريوس وجات مرحلة ليش؟ اللي أنت يا تدور على وظيفة ولا تكمل دراسة. هو هذا كان أول تقريبا شيء اخترته، يعني انك تختار. اختار بين الابتعاث او تمارس العمل مباشره. اي. جاك عرض كويس ولا؟ جاني عرض يعني كان كويس كبدايه، كويس. بس الابتعاث كان مغري. الوظيفه كانت تقريبا في يدي، الابتعاث ما كان في يدي. الابتعاث كان انه انا حجرب اذا هل حاقبل ولا ما حاقبل. لكن ممكن فيها ريسك شويه انه الواحد يضحي. طبعاً بداية الواحد في عمره لازم يضحي، يعني ما وراك شيء لسه، يعني حتى ما كنت متزوج لسه يعني. فكنت يعني ما أقول لك فالتها، لكن أبغى أسعى وراء حاجات معينة وأبغى أصيدها. فكانت الابتعاث عن طريق أنه أختي كانت تدرس هنا. العائلة أوريدي فيها. أيوه كانت نفس الكبيرة هنا. في مانشستر. بعد في مانشستر. أيوه. عشان كده أنت لازم تيجي في البلد اللي يعني لو تيجي مبتعث مرافق تيجي في نفس البلد ما تبعد عنها يعني. انت مدخلك كان على الابتعاث انك كنت مرافق مع اختك. ايوه بس هي واجهتني انه هي كانت اخر فترتها، فانا لازم انه بسرعه تلحق على المرافق اللغه وتجيب البلده وتجي ما تجي تجي ما تجي. طبعا صارت في مطبات وحكاوي، لكن الحمد لله في النهايه الواحد قدر انه يجيب قبول وينضم للبعثه. انت تخصصك مختلف تماما، غريب تخصصك، إدارة محلات تجارية فخمة كذا الترجمة تصير؟ تقريبا. طيب ايش وضع التخصص؟ ايش كم شيء درست؟ لانه انا كنت احسب انه مدير المحلات الفخمة عادي يشتغل بياع و يصير انسان كويس يرقون يصير مدير. لا اتوقعت انه في احد ممكن يدرس هذا التخصص. مو هو هذا، انا اصلا اي احد باصادفه يعني بيستغرب من التخصص، بيقول لي مره غريب اول مره نسمع عنه. يعني ما اعرف، بس انا وانا بدور على التخصصات عجبني التخصص. صح انه هو من ضمن الاداره، بس في نفس الوقت يعني مايل أكتر للتخصص نفسه اللي أنا درسته في البكالوريوس، إنه هو يعلمنا يعني في مواد عن الأدفيرت، في مواد عن الماركتينج، وفي برضو مواد تخص المانجمنت، بس هذا كله لللاكجري براند. أوكي. مو للبراندات العادية. محلات الفخمة. العلامة التجارية الفخمة. أي بالضبط. وفي فاشن كذا. أيوة في فاشن. هذا السبب يعني من الحماس المشروع. ايوه لانه انا اللي كانوا اصلا يدرسوا معايا في يعني عشان انه احنا ماستر، فكانوا اللي بيدرسوا معايا كلنا تخصصات مختلفه. في ناس من يعني كان اصلا تخصصهم في البكالوريوس فاشن ديزاين
كان في عادي بزنس عادي يعني كان في كذا تخصص. ما في احد تخصصه ما له علاقه زراعة ولا شيء؟ لا 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 ما يرضوا ما يرضوا يعني امتداد تخصص الا لو مشكله العالم كله ما يبغى. ايوه طبعا الا لو انت درست بري ماستر. بري ماستر هذا يأهلك للماستر اللي انت حتاخده. اوكي كم يعني البري ماستر هذا؟ والله اللي اعرفه انه سنه تقريبا. اي خليك تصفر العدات وتدخل زيك زي الباقي. ايه بالضبط. هذه اخر الزراعة. بالضبط. طيب انت تعرفت على بعض ايش السالفة؟ احنا هي في لندن وانت هنا هي من مكة وانت من جدة. سبحان الله الصدف. على هذه الصعوبات. سبحان الله جعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا يعني سبحان الله النصيب لو جاء خلاص حتى لو انت هنا وهي في منى. وانا هنا وهي في منى. صحيح هذا مثل ما زال طبق علينا يعني. الحمد لله الحين كملنا سنه زواج. البركه لسه تاخذ هدايا ولا خلاص هدايا من مين؟ تقبل هدايا يعني من اصحابك؟ والله نقبل يعني ليه ما نقبل يعني. لا لا نظبطك بشيء كذا ان شاء الله من السعوديه نذكركم بال يا سيدي شرف لنا ان ناخذ شيء منكم يذكرنا بالسنين الجايه ان شاء الله. كيف ايش السالفه ايش صار كلكم مبتعثين؟ المشروع كان بادي في السعوديه ولا هنا ولا؟ لا هو صار من هنا. انا في البدايه كنت دائما انزل لندن يعني انا اصلا في البدايه كنت ابغى لندن لانه كانت سفريات ايام زمان دائما لندن وخلاص يعني ما اخذ على البلد. حتى لما كنت بدرس كنت ابغى لندن لكن عشان إن أختي سارت هناك والعيشة في لندن شوية صعبة يعني صعبة من أي منطقة غالية. أوكي فليش أيوة الواحد أول أيام يعني الإجازات مع أهلك وهذا مالك أي طبعا مالك ولا حاجة حالك يا حبيبي حالي كيف الحال مالك طيب؟ الله يعطيك العافية. شو الأخبار كيف مانشستر؟ والله ما عليها مانشستر مدينة كباقي المدن. صحيح نعم. ندري انها مدينه بس انت كنت دارس اللغه في يورك مدينه صغيره كانت تخاطب والتواصل فيها مع اهل البلد اسهل. هو كمدينه صغيره يعني مناسبه للطلبه يعني انا اخترت من يورك لانها مدينه صغيره العرب فيها والسعوديين يعني قليل مقارنه بالمدن الكبيره زي لندن زي مانشستر ويعني تتعلم اللغه يفترض انك تروح مدينه صغيره. هذا رأيي الشخصي يعني حتى تستفيد من واقع تجربة تستفيد ما يعني تندمج مع العرب تندمج مع أهل اللغة اللي هم بريطانيين مثلا والسكان فتضطر أنك أنت تتعلم اللغة تمارسها بشكل كثير وما في خيارات هبت تخلص من دراستك وتروح للبيت ما في يعني مثلا يعني جمعات جمعات كافيهات تجلس ايه. ما في ما تخلص أحيانا والله تجلس فقط أنك تمارس أنشطة إيش اللي تقدم لك المدرسة مثلاً أو مع صار لك في مانشستر صار لك في بريطانيا كلها كم سنة سنة راحت هذه السنة إن شاء الله هذه نكملها. طبعاً جاي لبريطانيا أدرس الماجستير. وش التخصص؟ التخصص أنا أخصائي علوم صحية تطبيقية في التمريض ومبتعث من وزارة الصحة وجالس أكمل في نفس التخصص في الإديوكيشن إديوكيشن أوف نيرسينج. وش اللي كنت تسويه في السعوديه وش اللي تطمح تسويه بعد ما تاخذ الماجستير من هنا؟ انا زي ما قلت لك انا كنت شغال في السعوديه تقريبا اكثر من 10 سنوات اخصائي علوم صحيه تطبيقيه والان جالس ادرس الماجستير هنا ليه. حتى اخذ اخصائي اول في البارت تايم عندي شغل في مع جريده الرياض كمحرر صحفي. الماجستير وش عن ايش بالضبط؟ الماجستير في نفس التخصص في اخصائي علوم صحيه تطبيقيه في التمريض في تعليم التمريض. تعليم التمريض دقيقه التخصص دقيق تعليم التمريض. ناوي يتحول الى العمل الاكاديمي بعدها ولا؟ والله ممكن يعني ترك الامور دي في المستقبل شيء استجد يعني لكن العمل في المستشفيات ترى شيء ممتع جدا يعني. في فرق بين بيئه العمل المستشفيات هنا وهناك نظام التمريض احترامها كمهنة هنا أكيد يحترمونها كمهنة. عندنا مشكلة التمريض يمكن أنا قلت للزملاء قبل يعني مشكلة التمريض مشكلة إعلامية فيه المهنة تحتاج يعني توعية الناس عن أهميتها وعن
هنا لا يمكن يعني ما أقدر أقارنها لك يعني. هنا ما 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 جربنا نشتغلنا في المستشفيات هنا ولا حتى يعني يمنعونا أن نتدرب هنا، فقط دراسة وترجع. لكن زي ما التمريض في السعودية ما زال يحتاج أعتقد توعية إعلامية في كثير من الجوانب، لذلك أنا أشتغل الآن حتى في إن شاء الله في البحث يعني في الماجستير أحاول أني حصلت يعني الموضوع على هالموضوع يعني حصلت الضوء على الموضوع هذا، على موضوع القصور الإعلامي المهنة، كيف نطورها إعلامياً، كيف نوعي الناس بأهمية هالمهنة وكذا. في البداية أنا كنت أعرف أخوه يعني في البداية هو كان من هو اللي وصلنا للفناية الحمد لله يعني أنه صار النصيب وتزوج. في خطبتها هنا في بريطانيا ولا رجعت للسعودية؟ لا رجعنا فاتحة طبعاً لازم في السعودية. إيه زبطت الموضوع. إيه زبطنا الموضوع بعدين عاد حسب كان كيف جدولنا نقدر نرجع ما نقدر نرجع. هي كانت لأنها كانت هي بتدرس أنا كنت لسه يعني وقت الفل. وقت اللغة. إيه. فكانت الإجازات يمكن هي يكون عندها إجازة أنا ما عندي إجازة وأنا عندي إجازة ما هي عندها إجازة لين ما يعني ترتبت. قعدنا تقريبا سنة ما بين يعني الخطبة ولا والزواج. فصار الزواج بعد ما هي خلصت وأنا لسه حابدا. هذه كانت الفترة اللي عندي فيها إجازة. اتزوجنا الحمد لله وطلعنا شهر العسل وبعدين على طول أول ما جيت بدأت يعني. كيف كان وضعي؟ تمالح كثير كان في البداية وكذا الله داخل على التقيل هذا. شوف ايش وضعك يعني انت فترة جاي تدرس في بريطانيا وكذا لا بس فجأة قررت انك تاخذ لا انا لا مو انه فجأة قررت انا من زمان مخطط على الشيء يعني كنت انه مخطط انه الوقت اللي ادرس فيه برا اني اتزوج. وافقتي تجي معاه مانشستر؟ تركتي لان انا كذا ولا كذا كنت راجع كنت مخلصه خلاص يعني فلازم اوافق يعني ما اقدر ما اوافق. كيف كان بشري في البدايات؟ لسه بدايات ترى احنا ما لنا سنه اصبر شوي علينا. عندك شيء عنه قصه هنا يمين يسار؟ لا مو سامع. شوف طالع شوف ميديا سيتي هناك منطقه جميله جدا ميديا سيتي. لا والله بالعكس يعني الحمد لله الحمد لله. انا دائما كنت اطلب ربنا انه يعني اتزوج الرجل اللي من جدي حافظ علي وحافظ عليه والحمد لله. كيف كنت في مانشستر ايش الاكتيفيتيز اللي تسويها؟ ايش في شيء تسوى كطلس يعني اثنين تو متزوجين؟ جوة مانشستر اللي دور يلاقي يعني من الاشياء اللي سويناها اكتيفيتيز طبعا في بولينج وسينما هذه ممكن يعني مليانه. اي هذا خلاص خلصت منها. في شيء اللي يعني لقيناه ومره انبسطنا فيه كان في حاجه اسمها جامب نيشن. جامب نيشن هذه لارجست ترامبولين ان يوروب. أمة القفز. ايوه زي النطنيط هذه لكن كبيره جدا جدا كبيره. هذا الاكتيفيتي اللي تسووه في برشلونه في مانشستر هذه من ضمن الحاجات اللي لقيناها والله كانت حلوه 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 حلوه. تنططوا على الترامبولين لانه انا كنت من وانا صغير احب الشيء ده. يا سلام. يعني ما هو فجاه لقيته هنا لا انا من زمان احب الشيء ده واحب الشقلبات وهذا وقدها ما هو لازم الواحد يسوي شيء. اي والله عجبه ان شاء الله نكررها مره ثانيه. في كارترينج برضو في السيارات. هذا في عدد المطاعم المحلات يعني تقريبا مانشستر انا ممكن اصنفها لندن مصغرة بالضبط لأنه حتى الشوارع ترى نفس الشوارع لندن عندنا البيكاديلي وعندنا أكسفورد ويعني يحتك ما خلاص هو لازم شوية كده. وش أغلب بس خلنا نقول المسكنسبشنز ولا بس مفاهيم النظر الخاطئة عن التمريض للرجال تحديدا؟ نعرف التمريض ممرضات من الدنيا دنيا بس للرجال وش المفاهيم الخاطئة عنه ولا هل ما حد يتوقع أنه في ممرضين ولا إذا شاف ممرض سعودي يتكروش ولا وش الوضع؟ يمكن حتى في تعريف المهنة يعني إنه مثلاً الممرض إنه فقط خليني أقول لك يعني فقط يعطي أبرة أو ما أدري إيش وكذا. لا ممرض هو معلم مرشد ناصح في أشياء كثيرة. ف
في مهنة التمريض الناس كثيرة تجهلها وما تعرفها. أوكي. فهذا اللي أنا بقول لك، يعني هو في التمريض في شغلات كثيرة تحتاج توعية لحتى الناس تفهمها ويعرفون مثلا المهنة هذه إيش بتقدم للناس وإيش أهميتها. ومهنة التمريض تشكل جزء كبير في المستشفيات. التمريض اليوم لو صار عندنا مشكلة فيه أو صار كذا، يعني ممكن تحدث الأخطاء الطبية، تحدث الأمور الأشياء دي. أنا أعتقد حتى من ضمن المشاكل اللي واجهت مهنة التمريض في السعودية اللي هو الإحلال. الإحلال صار عندنا تشبع من المعاهد الصحية، يمكن سمعتوا فيها في السعودية معاهد صحية كثير وتجارية وكذا، فصار عندنا خريجين كثير في التمريض وأكيد يطلبون في الوظائف. صحيح. فالقرار اللي صار إنه صار إحلالهم على طول. إحلالهم اللي هو توظيفهم. توظيفهم مكان الأجنبيات. فتعرف يعني أنت الآن مثلاً تنهي عقد موظفة لها 30 سنة 20 سنة خبرة، تضع شاب يصارع خلينا نقول هو سنتين، يعني يحتاج أكيد تدريب. أنا ما ألوم الشباب اللي فكثرة الأخطاء الطبية، كثرة الأمور هذه كلها، هذا من ضمن أسبابها. هذه الأسباب اللي فما أعتقد إنه لو يعيد النظر كان فيها أو مشكلة استراتيجية يعني، فمهم بس قرار يعني طويل المدى تأثيره مو هو صحيح. فلذلك أغلقت المعاهد، حاولوا إنه يعني يحسنوا الوضع إنه يكون كلهم بكالوريوس يعني اللي عندنا في تخصصات التمريض وكذا. وهذا أنا أعتقد إنه إن شاء الله يساعد يعني خطوة جيدة في إنها تطور المهنة زيادة. ما أتوقع شكله مو شكل لاعب. ولا هلا أساس إنك إسباني يعني. أنت وش علاقتك بالفريق؟ سير عليهم ده. فرج عليهم. السلام عليكم. السلام الله. كيف الحال؟ مرحبا حياك الله. من وين أخوي؟ من السعودية. حياك الله. مو بتعث من وين؟ من وتر الدفاع. تمرين زي العادة كل أسبوع بنلعب هنا تمرين. في أي فريق تلعب أنت؟ مع فريق الأصفر مع أسامة. هو دائما في تحديات مو عشان بس إنه اللي بيفوز هو اللي دي راح تقطق على الناس بعدين. بس زي الاهلي اخذنا الدوري وناخذ ان شاء الله الكاس. انت اهلاوي؟ اهلاوي. كيف اهلاوي من الرياض؟ اهلاوي اساسا من المدينه انا، فشغلي في الرياض يعني. فبناخذ ان شاء الله الكاس الملك من النصر، راح نفوز ان شاء الله اليوم. كيف التحدي؟ انا دائما طبعا فايزين. انت دائما فايزين فما في تحدي؟ لا في مسابقه. هاي مشكلة. هو التحدي كذا. ما أخذت شيء السنة دي. لا ما كان يعني الجوجل القلب روح موجود يعني يصير ويرجع. يلا موفقين. هيا كيف المستعدات؟ والله إن شاء الله جاهزين. ما تسوون أنتوا كذا حقوق؟ والله إلا اليوم التحدي جامد. من اللي بيفوز؟ إن شاء الله أنا أكيد. وعسى جائزة تسوى. إن شاء الله صح. كم استعدت؟ إن شاء الله. بس. كم هذا على قد يعني. كم فريق الحين؟ كم عددكم؟ احنا 20 نلعب 10 10. كبسه واحده بس؟ لا كل واحد بس. تعرف علينا؟ احمد السعودي الامارات. نعم الله يجزيك. احمد انت معي فريق؟ معي فريق الشباب الاصفر. يقولون انكم ما قد فزتوا. لا لا فزنا. واجد؟ لا ما بواجد. انا جديد عليهم ان شاء الله. جديد عليهم. طيب انت ليش حارس؟ حارس. لا انت تبغى تكون حارس ولا هم حطوك؟ انا حارس. انت حارس يعني مو بلانك اضعف واحد في الفريق؟ لا 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 انا حارس ان شاء الله بتشوف. قول بالله يحطوني دفاع وانا قد كذا طويل. هو دائما اللي ما يعرف يلعب زي كذا يحطونه دفاع. ما شوف اسامه هو ساوي. شوف اسامه ما له علاقه. ما لا علاقه. حسين عبد الغني ما هو حسين عبد الغني ظهير اما يلعب قلب دفاع. قلب دفاع تعرف تنبرش؟ ممنوع بعد؟ ايه لانه يقول لك هنا ممنوع الانبراش. وش الفائده تكون دفاع؟ وش المتعه؟ شغل راسك. في جائزه اليوم على المباراه؟ جائزه مقدمه مرتان خليجيه. لا لا خليكم لا لا تلزقنا في جائزه. لا يعني في عشاء كذا في حق اكيد الفريق الفائز حيعش الفريق المهزوم.
فريق الأصفر يحقق أول أهداف المباراة. واضح أن العشاء قاعد يتجه لهذه الجهة. تفوزون أنتم ولا لا؟ والله دام لابسين أصفر كيف تفوز. أنت اتحادي؟ أكيد. شوف لا تتكلم عن الموسم هذا. والله ما عرفنا لكم. في اتحادي هناك يقول بنفوز وفي اتحادي هنا يقول بنفوز. هم اتحادي كذابين. من البداية تقروشوا. من البداية ما عرف وين يلعبون. عرفت؟ هذا بس تغير التشكيل. أنت كابتن فريق؟ لا أنا ماني كابتن فريق. مين كابتن فريق؟ والله زياد ما شاء الله ما قصر يعني. زياد صرفتوه دفاع. مين؟ هو ما شاء الله قلب الأسد على حقه. أوكي. مرة ما يحتاج. اليوم في عشاء؟ أكيد العشاء. مين عليه؟ ذبيحة أكيد على المهزومة. أوه. أنت عادي حليلك إذا كنت مع الفائز. معك فلوس؟ معي كل شيء. كويس لأنه شكلكم كذا مهزومين. لا أنا موفقين يا رب. حبيبي إياك يا رب. أهم شيء أن المحكم يلعب مع ذولي. شات الكورة وطلعت أوت قال نبيها ركنية. وش للتحكيم؟ في فريق هنا الأصفر عندهم حارس رسمي لكن واضح الفريق الثاني إلى الآن متلخبطين ولا حد بيصير حارس. فأتوقع نظام آخر واحد حارس. حتى في مانشستر نفس النظام آخر واحد حارس. بعد مناقشات في الفريق الأسود اتفقوا أنه أبيخ واحد فيهم صالح لبسوه فنيلة صفراء ونشبوه في الحراسة. حتى دسوس ما معه. واضح أنه ما له دخل ولا تجهز أنه يكون حارس. توقعت أن الشباب محترفين كانوا يلعبون في مانشستر. واضح أن اللعب حواري لأنهم ما يعترفون بالخط. يلعبون من الجدران جدار جدار. وش ذا اللعب؟ فعليا لعب حواري على ثيل. بس توهقوا ما عندهم حكم فالغوا الاوت. ما في فاولات. ما ادري الظاهر ما ادري شو البلنتي الظاهر بس لمسته بيدك. اعتذر اعزائي المشاهدين طلع عندهم حكم والله مو بسهلين. في بريطانيا رسميه في بريطانيا اسسوها المبتعثين مجموعه من الصحفيين اللي كانوا يدرسون هنا وبعضهم كان في السعوديه الان في السعوديه وبعضهم ما زال موجود. طبعا يقدم دورات يقدم ندوات كلها حول الصحافه وحول الاعلام يهتم بتطوير الصحفيين الموجودين هنا يدرسون السعوديين طبعا يؤهلهم في مجالهم ينظم لهم دورات زيارات للقنوات احتكاك مع الاعلام البريطاني صقل مواهبهم تطويرها فيعني يقدم هذا تقريبا يقدم بشكل سنوي يكون في اداره جديده تنتخب طبعا فيها اليوم أكثر في النادي العلمي السعوديين عندنا الآن أكثر تقريبا من 100 صحفي صحفية زي ما تفضلت لكم بعضهم موجود هنا بعضهم انتهى الدراسة قبل سنوات ورجع السعودية لكن ما زال يعني متابع للموضوع ويعتبر عضو في النادي وهذا مركز الإعلامي السعودي نادي العلمي السعودي نادي العلمي السعودي والمركز شو النادي العلمي في شيء اسمه النادي العلمي العلمي في شيء علمي لا هذيك ما لها علاقه هذيك جمعيه علميه الجمعيه ممكن. العلميه هذا سؤال ثاني بس عن الجمعيه العلميه الجمعيه العلميه للطلبه السعوديين في المملكه المتحده اسست في 1435 دشنها صاحب اسمه الملك الامير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير المملكة في بريطانيا طبعا الجمعية العلمية تقدم دورات علمية متخصصة دقيقة جدا في كل تخصص موجود تنظم دورة علمية يستفيد منها أصحاب هذا التخصص أيضا في دورات ثانية تقدمها برضو في تخصصات ثانية كل تخصص طبعا في لجنة تقيم على طوال السنة دورات زيارات تخص التخصص فأنا أنصح المبتعثين يعني الموجودين ومعظمهم طبعاً أكيد أنه يعني استفاد من هالجمعية أنه يحضر شوف فين تخصصه أنا أدرس إيش مثلاً في الصحة أشوف إيش عندهم يقدمون في الصحة في الإعلام إيش يقدمون في دورات تخصصية ومرة مفيدة جداً هاي متاحة بس للمبتعثين ولا للسعوديين عموماً؟ طبعاً هي متاحة للمبتعثين الموجودين هنا لأنه تقريباً هي مخصصة للطلبة يعني ليش اخترت بريطانيا يا أبو مرال؟ والله شوف أنا بريطانيا اخترتها فقط لثلاثة سبب السبب الأول أنها يعني قريبة من السعودية ما في الفارق التوقيت تقريبا ساعتين وفي في 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 الشتاء ثلاث ساعات فما فيه يعني زي مثلا أمريكا بعيدة وفي أستراليا يكون في فرق كبير
تشعر بلخبطة في حياتك. هذا شيء. الشيء الثاني بريطانيا صغيرة، كأنك في الرياض، تبي تروح الخارج ولا تبي تروح المجمعة، أبد، كلها ساعتين من هنا، تطلع لندن وتطلع المانشستر، تطلع كل مساحة صغيرة. قطارات والخطوط، قطارات اللي تبي، كل شيء متوفر. هذا شيء. والشيء الثاني هم أهل اللغة، يعني إذا أنت عندك طموح تتعلم لغة، أشوف بريطانيا هي المكان الأنسب لتعلم اللغة، خاصة أنك تطلع من المعهد أو الجامعة تركب الباص ولا تبي تروح أي مكان، تسمع الناس تتكلم دائما، يتكلمون إنجليزي. فهذا التعلم تتعلمها لا إراديا وتطور لا إراديا ومجانية. والثالث؟ هذا الثالث قريبة، المساحة والتوقيت وتعلم اللغة. المساحة هي التوقيت، يعني كلها حول بعض تختلف. عندي أنا هذا بالأساس أصلا المحلات هذه كلها لواحد، هو شخص واحد اللي هو هندوسي، بس من قديم ساكنين هذا، من قديمين أكثر من 60-70 سنة، يعني أكثرهم أخذوا المحلات هذه كلها مع بعض وقسموها أكثر شوي شوي شوي. كانوا في محلين بس اللي هم عربي، كانوا بس محلين. هذا السالفة كانت بال 70-75، كانوا بس محلين عربي، يعني كان وايد يعني خفيف الباص والصحيح الحركة فيه. بس الحين لا ما شاء الله، هذا الحين 10 سنين أو 12 سنة بالضبط، شوف محلات كثرت، العرب كثروا فيه، يعني موفر كل سبل الراحة حق الطالب إذا كان يبي يجي مانشستر أكثر من مناطق ثانية. في ناس يجون من برا مانشستر، من ليفربول يجون مانشستر، لأن شارع مثل أجورود اللي بلندن، أجورود اللي بلندن قبل ما كان فيهم بعد عرب، قليل محلين ثلاثة بس العرب، بعدين صار اسمه أجورود شارع العرب. أحياناً إحنا العرب نستغل أنفسنا، نستغل العرب. هذا في موضوع من هذا، لأن ترى خليجي مو بعيد. إيه لا في من هذا الموضوع، يعني أكثر المحلات الحين اللي افتحوا أكثر شو يعني استفادوا من وراء الخليجيين، يعني المحلات العربية هذه الموجودة هنا اللي عندها أكثر استفادتهم من الخليجيين. يعني تعرف الخليج لما يجي ما يساوم، إيش كثر عطني، ما يناقش بالسعر. أما في ثانيين لا يناقش، يعني تقول له سندويتش ب3 باوند، ليش في محل ثاني في 2 باوند 1 باوند، يعني ها. بس الخليجي لا يختلف. أنا صار لي موقف، جيت الواحد دخلت واحد عنده محل كنت أبغى فلافل. أصبر ليش ما نطلب فلافل من سلمان أول؟ إيه حاضرين. نعرف كم الستاندرد خلينا نقول، أو اللي نعتقد الستاندرد هي بكم هي السندويتش؟ لا هو هي السندويتش هي فيها أربع حبات السندويتش، أما بالصحن هي 5، مرات نحط إحنا 6. لما تشوف الكاستمر والله ها مبين من وجهه يوعان يبي يأكل، عشان تكسبه تعطي تقول له هاك أخذ راحتك، يعني بالأكل 5 حبات يطلعون ب3 باوند بالصحن 5 حبات يوم. مرات لما الكاستمر تعطي 5 حبات بالصحن، مرات لما تشوفه يعني مبين عليه يقول لك ها ليش، يعني تقول له يلا مو مشكلة أخذ. عشان تكسبونه مرة ثانية أكيد. عبد الرحمن مرة من البحر. حياك الله اخوي. حياك. ايش جايبنا اليوم؟ والله العشاء حق محمد راد السعودية. ايوه مسوين العشاء الشباب جايين. فعليا اكثر مناسب عشان تسوي العزيمة. والله شوف انا يعني اتوقع اخر شهر، الشهر الاخير هذا سوينا 4-5 عزايم. ايش تجي؟ هلال. اي اوه انت مره مرمون. والله حسنا، والله مو بحسنا، لان 6 مواسم والهلال ما ادري ايش الوضع. لا دوري ولا عالمي. لا في يعني الدوري الصغار اخذ الكيس عندي. لا بس ما في هلال. اي الدوري لها 6 سنوات والله ما دقنا. وضع الاسيوية وصلنا النهائي وندقينا من فريق درجة ثانية. السنة ذي؟ لا زال. السنة هذه والله ما ادري، حسين الحين بيرد يدرب في الاياب. لسه شالوا دونيس. ولا يندرى والله. انا انبسطت مره ان في مدريد قابلنا شباب مسوين فريق اسمه الهلال. كانوا يلعبون مع اسبان مسمين فريقهم اتلتيكو مدريد. فحسيت شوي ان الهلال لعب العالميين وجلدناهم.
لا فاز على أتلتيكو؟ لا أفا أنا إن شاء الله لسه لغة إن شاء الله على نهاية اللغة بإذن الله وسبتمبر الجاي اليوم بعد 4 شهور إن شاء الله شهر 9 ميلادي راح أبدأ المنصة إن شاء الله بإذن الله رياضيات تطبيقية جامعة برونيك إن شاء الله سهل الله بإذن الله يسهل ترى الغربة في حلوة دائما ميزاتها ولها سيئاتها هي تجربة حلوة عرفت هذه زي ما قلت زي ما تفضل معهد تابع لجامعة متروبوليتان وطالبين منا درجة كل مادة سي 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 اللي تودينا لجامعة متروبوليتان جبت السيارة لسه عباقي بعد 3 شهور إن شاء الله اختبار قاعد ذاكر لمهيس عشان الكأس لا لا بإذن الله شادين حالنا والله لأنها هي صعبة والله يعني من أصعب التحضير اللي هنا بريطانيا السنة الجاية الأهلي بياخذ آسيا بإذن الله ليش لا يا أخي يقول لك لا تكبرها يعني عشان ما لا نقول إن شاء الله ليش لا ما في شيء مستحيل وصلنا النهاية قبل 4 سنوات بالله صحيح ما حد كان عارف إنك أهلاوي لين فاز لا 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 هذا النصراوية هذا ليش تحطها فينا هذا نظام نصراوية هذا والله ما تابع هذا نظام نصراوية قبل ما ياخذ الدوري قبل لا يداهمون الشباب في العشر تجربة الابتعاث لا ما شاء الله الحمد لله بالعكس الدراسة هنا صراحة يعني ممتعة بالذات في هذه المدينة مانشستر يعني فيها يعني جروب كويس يعني جميل ما تحس بغربة تحس انك تشتاق تطلع اجازة 2 أسبوع 3 تشتاق للرجعة للعيال للشباب للمدينة نفسها كمان فيها شيء غريب يعني دور في لحم ولا ما في؟ ضحك علينا. لا كويس في شيء. ها؟ يعني إيش دحين؟ لا كلنا اللي من جدة زي كذا. ها؟ إيه. أنت نقاط. لا لا ما قد دحين. والله ذا من جدة وهذا من جدة كل. من جدة هذا. لا هم اللي علموان على المطعم. يعني الشباب كلهم مسيطرين على وضع المعصوب بالنسبه لهم والله هم اللي علمونا عليكم مشكلة يروح معصوب كله لذاك ما يفهم من بعدك واذا الله كاتب اللقيا اكيد ان اللقا بيصير مربت ما بيتوا بعيني وسكر عيني من بعدك وإذا الله كاتب اللقيا خلي فكري وبالي يكون